يعني هذه قصة الطرف الثالث قصة معقدة وطويلة. شلون؟ أعتقد أنه الأخ وزير الدفاع السابق تورط في إطلاق هذه التسمية في صمت الطرف تورط. يعني لا يوجد طرف ثالث؟ يعني إحنا نعتقد أكو طرفين، أكو طرف متظاهرين وأكو طرف قوى الأمنية، وصار أكو إطلاق نار متبادل، صار أكو اعتداءات متبادلة، بدليل كان عندنا عدد كبير جدا أيضا من منتسبي القوات الأمنية تعرضوا إلى الجرح و و و قصة الطرف الثابت غير الطرف الثالث غير ثابت. السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، نعم، يقول ماكو طرف ثالث، طرفين في تظاهرات تشرين. شنو الجواب جنابك؟ يعني أنا كنت في حينها في تظاهرات تشرين كنت يعني مدير الإعلام في وزارة الدفاع، يعني وناطق باسم وزارة الدفاع، نعم، وحضرنا أيضا بعض الاجتماعات، يعني وطلعنا مؤتمرات صحفية. طيب، أتذكر أنا وزميلي دكتور سعد معن ولواء تحسين وغيره، أنا ما شفت طرف ثالث. أنت تؤكد أيضا لا وجود طرف ثالث؟ ما شفت هذا الشيء، يعني موضوع طرف ثالث أو غيره. طيب، المشكلة اللي صارت أستاذ إياد، خلينا نكون واقعيين، في بداية أحداث تشرين يعني كان استخدام القنابر الدخان أو إطلاق قنابر الدخان، نعم، ما كان بالشكل الصحيح. أنا أعتقد ما كان أكو تدريب جيد لل يعني قوات حفظ النظام أو الشغب أو ما شابه. طيب، عليك. وفي بعض الأحيان تدري جندي ينضرب أو منتسب ينضرب فيطلق نار، من يطلق نار ممكن تروح تصيب أحد. أيضا إطلاق قنبرة الدخان ما كانت تطلق بالشكل الصحيح، المفروض أن طيب. تطلق بهذا الشكل باتجاه خلينا نقول مائل، يعني عمودي مائل، ليش من تنطلق المتظاهر راح يباوع عليها. فشي يسوي يوخر من مكان سقوطه وتوقع. في الكثير من الأحيان كان تدي هذا معرض جندي مرتبك ما مدرب بشكل صحيح يطلق بهذا الشكل، أكيد هاي من تروح القنبرة الهاون راح تروح مثل الطلقة، أي شيء قدامه راح تضربه. الكثير من شبابنا العراقي المتظاهرين، أنت تتكلم عن قنبرة الدخان، الدخان العفو الآسف، لكن الحديث عن ما حدث يمول النخيل مثلا كان إطلاقات مباشرة. هذا إذا تسمحت لي، نعم، هذا أكو تحقيق صار به، لكن هو من طلع سيد وزير من وسط اللجان بهذا التحقيق، هو في وقتها من طلع اطلاعات هواية، حالوا ضباط على الإمرة على التقاعد، أقول من ضمنهم يعني حتى مجالس حقيقية عليهم. طيب، اللي مول النخيل من صار، وقلت لك شكلت لجان بهذا الموضوع، نعم، وإطلاقات صارت إطلاق رمي مباشر باتجاه المتظاهرين. خلي أختصرها بهذه العبارة حتى انتقل، يعني أفهم أن الدولة تتحمل أو الحكومة في حينها، في حينها، نعم، هي من تتحمل مسؤولية أكيد قتل المتظاهرين. لا لا لا، هكذا يعبر عنها؟ لا لا، هي من تتحمل ما جرى، ما جرى من الأحداث. ليش؟ لأنه مو بس المتظاهرين قتلوا، القوات الأمنية، القوات الأمنية قتلوا هنا أيضا، نعم، وشفنا حالات، شفنا حالات هواية كذا، مسدس من جو الجسر يضربون، يضربون، وصورت هواية يعني فيديوهات شوفناها، نعم. لكن قل لي، هل شفت بعينك وهل تأكدت؟ أنا ما شفت بعيني ولا تأكدت. طيب، وأعتقد هو حتى في حينه كان في فرنسا، سيد وزير الدفاع كان في فرنسا، نعم، كان في زيارة وطلع في، تفاجأت أنا شخصيا وتفاجأنا جميعا أنه يطلع في، أعتقد بقناة الفرنسية 24، نعم، وقناة العربية الحدث، أيه؟ ويقول أكو طرف ثالث في الموضوع. أها، فاجأت. طيب،